يقول الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نعوذ بالله. فالذي يتسلط على مال اليتيم ويأكل مال اليتيم يعاقب من جنس فعله، وذلك بأن يكون هذا المال وقودا له في النار يأكله ويدخل إلى جوفه. حتى قال بعض أهل العلم من أهل التفسير: يبعث آكل مال اليتيم ظلما والنار تخرج من منخريه وعينيه وأذنيه ودبره، والعياذ بالله، صلى الله العافية والسلام. لأن اليتيم ضعيف ما يستطيع أن يحمي نفسه، كيف يحمي ماله؟ والولي هذا ولي مال اليتيم إذا استضعف اليتيم وتسلط على ماله لا أحد يستطيع أن يدفعه، ممكن أنه يتلاعب بمال اليتيم، يخفي شيء من مال اليتيم، يتصرف لنفسه بشيء من مال اليتيم، مثل ما يصنع بعض الورثة هدانا الله وإياه. الآن بعض الورثة يتسلط على الأيتام، يقوم بمنع تقسيم التركة مثلا، ويوجد صغار مثلا قُصّر، يمنع تقسيم التركة، أو مثلا يقول ليس لكم حق، أو يتلاعب بالأموال مثلا، يقول الوالد ما خلف إلا كذا، وهو يكذب والعياذ بالله، يتسلط على أموال اليتام. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن أكل مال اليتيم الأجنبي يتسلط على ماله، لا، هناك أيتام في بيتك احذر من هؤلاء، إخوانك الذين خلفهم والدك وتوفي وخلف مال، السطو على أموالهم وإخفاء بعض المال أو التصرف في بعض أموالهم، هذا والعياذ بالله من أكل المال بالباطل ومن أكل أموال اليتامى. والله تعالى رحب من هذا بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.